مرحبا. اليوم بدي ورجيكم جيم اسمه Knock on the Coffin. Knock on the Coffin Lid. هون الليد كنت عم فكر HD ليش HD. المهم Knock on the Coffin Lid. الجيم هاي بتشبه Slay the Spire كتير. راح أعمل هون Continue ورجيكم إياها من هون. طبعا هون بعد ما ألمتت هذا بيجي بأومك كيف ما بعرف مستعمل سحر أو شيء بيقول لك يلا روح مرة تانية وانطلق. طبعا لما تبلش بتختار الكاركتر تبعك أو الكلاس. من هون فيك تختار الكلاس. طبعا في كاركترز هون بيفتحوا مع الوقت، لحد هلا ما قدرت افتحهم. قدرت افتح الكلاسات اللي هون، هذا مثلا اللي هو الفيرساتايل، هذا جولد ديجر بيطلع مصاري، بعدين نايت وفاترن. هذول بس تصير تلفل بتاخذهم بتلعب فيهم. راح اخذ هذا، انا بس بدي لفله لحتى اعمل اخر شيء وبعدين راح اطلع فيه. هون حتشوف الكلاس ايتمز ممكن تاخذهم مع الوقت، وحنطلع نلعب بالجيم. هعمل هون نيكست وقل له انطلق. عم بلعب نورمال، ما حطيت سهل ولا صعب. طبعا you are understandably upset upon rebirth you have because the start of the skirm one. عم يقول انك اترمتت وحتعيش وعشت وحتبلش من الاول لانه اللعبه روج لايك وحتلعب بالكروت وبدك تعيد كل شيء من فوق. المهم هون الفكره هي هذا اللوج، حيورجيك اللوج هون الاشياء شو هي عندك هون. هذا اليت اظن اذا ماني غلطان. كل سيجمنت سيجمنت has turned out to be one of the main causes of misfortune to end the chaos we need to kill سيجمنت. خلينا نروح نقتل سيجمنت. هون عندك راندوم، هذول كامبس عندك هون تاخذ تشتري وبتبيع، وفي عندك هذا الشيء بيعطيك شو بيعمل ما بعرف اذا هذا سيجمنت، بس حندور على سيجمنت. مو شرط يكون سيجمنت. وين هان؟ وين كان هذا المكان؟ لحظة. ليكو. طيب حنروح من هون. حنروح من هون ونبلش نعمل اللعبة. اللعبة كيف تشتغل؟ عندك انرجي، الكروت هون كل واحد بيصرف انرجي، وفي منهم يا بيعطيك ارمر يا بيعطيك هيلث يا بيعطيك شغلات تانية. بالبداية ارمر بس، فمثلا هذا حيعطيني 2 ارمر، هذا الرقم هون حيعطيني بلوك اخر دور، فقبل ما هدول يهاجمونا حيكون عندنا بلوك. هلا حنجي نعمل اتاك بهاي، بعدين حاعمل اتاك، هذه ما عاد عندي انرجي خلصت، لانه استعملت كارت ابو 2 وكارت ابو 1 وبتلعب. هون طبعا هدول حيعملوا اكشنز حتشوفوا، مثلا هذا رفع السترينث تبعه. اوكي هلا بدنا نحاول نشوف اذا فينا نقتله لهذا نخلص منه. هلا هون حيعملوا علي اتاك، فانا حاعمل 7 بلوك، فانا كيف ممكن بدي صد. حاعمل هذا هون، طيب وهذا الثاني وهذا الثالث وخالصين. لشوف بلوككم ولا بلوككم مدري مين. ناخذ الفلوس وبعدين تختار كرت جديد. دائما بس تخلص بيعطيك هديه، حتكون عاده كرت جديد. هون gain 3 block and agility and burn the card. burn the card يعني بيحترق الكرت، بيروح ما بيروح من الجيم، بيروح من التالي، بس بيرجع بالتالي اللي بعده. راح اعمل هاد واخذ هاد. خلينا نعمل agility وبلوك، بما انه الكاركتر تبعي عنده قوه كويسه، انه اذا اجيت لهون هذا الكاركتر gain 5 armor if no HP بيعطيك 2 strength، فبتصير ضرباتك اقوى كل ما عشت اكثر. هدول طبعا الكاركترز هون لسه ما فتحوا. هون حتلاقي الوحوش، حتلاقي الاشياء اللي ممكن تلاقيها هون، الايتمز طبعا مثل كل الالعاب اللي هي الروج لايك. بس الشيء اللي بيميز هاي الجيم انه الصراحه الانتاج تبعها جيد، عاملين فيها شغل منيح. هون الفن هوسبيتاليتي، هدول الايفنتس اللي عليهم استفهام، شغلات راندوم، بس اول ما تستكشفها مره خلص بتصير تعرفها هي ان وحده، فيعني بتعطيك هيك انه طريقه انك تروح طريقه احسن. بس انا بدي، لانه بدي هذا الشارب شوتر، بدي اجي لهون اخذ هاي، فحاخذ انزل من هون، حاخذ هاد، حاطلع من هون ولف هيك، نعمل هاد اتاك. طيب هذا عنده هون عنده كوش ايفيجن، معناته اول ضربه حيتفاداها، فنحن بدنا نشوف شو بدنا نضربه بهاي. ونحن عندنا هون بنقدر نصد 5، فبنقدر نضربه ونخلص. هذا هيك خلاص وهذا هيك. راح ارفع هاي لحتى ارفع الاجيليتي وناخذ شويه بلوك. هلا هو حيضربني بثلاثه بس ما بظن حيأذيني، بس ممكن يعطيني بيرسينج دامجز انكريشت. لا نعمل بلوك ارمر 7 2 ب2 يعني 4 عادي، صديناها مشي الحال. وهذا هون وخالصين. يلا
هلا هيك المفروض حيضربني، مفروض ما يصير شيء. هلا انا كل مالي كل دور وتي عم تزيد، شايفين هلا 4 زياده، سو كنا بلشنا كنا ب 8 هلا صرنا 12، فهلا هون اذا ضربته خالص. فهي الفكره الشخصيه انه كل ما وقفت اكثر، كل ما عملت بلوك اكثر، كل ما عملت هذا شو اسمه، كل ما بلكت اكثر كل ما صرت اقوى وضرباتك اقوى. راح اخذ هاي الكارت، هذا ممكن يعمل دامج. هون الفن هوسبيتاليتي نوت اول الفز هوستر. خلينا نجي هون نشوف شو حيصير. طيب in the forest I spotted a suspicious group of people. They were burying something under a tree. While I was pondering انه نفتح نشوف شو هي ولا لا، انا حقول dig it up. خلينا نشوف شو هي. هون في مؤشر خير وشر وكذا بيفرق على هاي. I dug up a curious chest. The owner is returned. حلو، هنا نقاتلهم نشوف إذا حنقدر نقاتلهم ولا لا. هون حيضربني 6، هذا حيضربني 12. أوكي طيب، إذا هيك هذا بيقلك إذا enemy is exposed deal the same damage again. يعني يصير نعطي 9 و 9 18، بس ما في حدا exposed. exposed هي حالة بتجي من بعض الكروت بتصير انه بياكل دامج زيادة. طب خلينا نعمل هون بلوك، هذا 8 و5 13، فأنا عندي بقيان 5. راح أخذ هاد، كان لازم ألعب هذا أول. يلا مو مشكلة، 11 و5 16، منيحة. بعدين أعمل أتاك بهاد على واحد فيهم. هنبلش بأن واحد، هبلش بالوسطاني لأنه بيعمل الأرمور. ولا كان لازم اضرب الوراني الصراحة، هذاك اللي بيعمل دامج عالي، وهذا كمان. طيب رجع نزل لي شوية هيلث، فاين بسيطة. طيب هلا هذا بس الوحيد اللي حيدمجني، فأنا عندي بلوك جاهز. راح أعمل واحد بلوك، راح أضرب هذا 2 وحأضربه كمان واحد. خلينا نخلص منه. هذا ضربني بس عملنا بلكناها اوريدي لانه كان عندنا اوريدي بلوك كافي. هذا طبعا الاجيليتي بيزيد البلوكات، اذا عملت بلوك بيعطيك بلوك اكثر. راح اخذ ارمر نرفع هذا للستة، دامج بلوك بلوك كمان واحد، ما معنى بس هذا هو 15. طيب قد ما اجانا منيح، هي المعركه صعبه اصلا، عاده المعارك اللي بالايفنتس هذول بيجوا صعبين. اوكي 10 هيلث مو كتير، عادي بترجعوا يعني. طيب فاين. هلا هون 7 ب2، اي هذا هون 7 هون، هذا خالص مع السلامه. خلينا نخلص منه، بعدين حاعمل اتاك على هاد. خلينا ننزل هيلث شوي لانه حيعمل بلوك اصلا. هلا ما حاضرب هاد، حاضرب هاد لانه هذا عليه البلوك، فنحن عم نضيع وقت لانه البلوك بتروح اخر الدور. طيب حنعمل هون بلوك وهذا الثاني 18 و4 22، هون 12 وهون 5 بكفي. راح اعمل هون اتاك بهاد، حلو نكست. طبعا هون عندنا فينا نستعمل هاي برجع لي 30% من الهيلث، فاذا وصلت لل 60 فيني استعمل البوشن. طيب دبل تاب، اي حنعمل هون ارمر، هذا هيك رفعنا هاي للستة، هذا هون دبل، خالصين نكست. هات دروب، هذا طبعا الارمر العادي تبعي 6، هذا عمل بلوك لحاله مو مشكلة، هذا حيعمل هلا اتاك منيح. طيب 5 و6 11، فواحد من هدول بكفي. اوكي اذا هيك رح اضرب هذا هون خالص، هذا دبل حلو، وهون كمان واحد. هيك خلصنا. I don't remember who said that. حلو، الكتابة حلوة ترى بالجيم، يعني شاطرين اللي كاتبين. هذا بيعطيني اكسبوز. هاد حاخذ هذا الكرت والبقايا بنعمل لهم سكيب. هذا بيعمل لي هيل، هذا بيعمل لي ديل فور دامج، وان ديلينج دامج انفليكت تو اكسبوز. راح اخذ هذا واعمل اكسبوز على كل الناس. طيب هدول طبعا equipment، هذا لسه ما حكيت عنه، حتصير تلبسهم وتعطيك بوانس. هاي مثلا حتعطيك gain 3 barbed when taking damage inflict bleeding. هذا trickster's hat at the start lose 1 strength and gain 1 agility. وهون الدريرك gain strength and evasion. طيب هذا شو بيعطيني barbed inflict bleeding. اوكي راح اخذ هاد.
اذا حدا ضربني بصير بصير عليه بليد. طيب حنجي لهون، هاي تشيست تاني، هاي هاي مو دائما بيحكي نفس الشيء ترى. Axe of Thundering Mountain. When dealing damage against block, gain one armor. حلو، هات هات. اوبا، يس. حلو، الثاني ما بدي، شو ما كان، هذا منيح. Sleeping on the job. An elven has fallen asleep. طيب. Wake him up gently، حيعطيني فلوس. Clean out، انه حاخذ اغراضه. هلا هذا بعرف انه حيعطيني فلوس، انا حجرب اني اعمل هاي وشوف شو بصير. You should have just went by، لأنك أنت كل مرة بتموت بتتذكر الأشياء اللي اخترتها وشو النتيجة تبعها. Luck smiled upon you, upon me. I carefully extracted the sword that will teach him to be alert. حلو، هذا sting. None، هذا أوكي، خلينا ناخده نعمل له نشوف إذا هل أنا هون إذا بدي استعمله شو ممكن استعمل. هلا هدول كلهم عندي بس ما في داعي استعملهم لأنه بصراحة أنا عاجبني الأكس هاد. أوكي. انزل تحت. Since the owner couldn't be found nearby, I'll open the chest. حلوين. انا عندي armor، ما عندي armor. هلا poisonous armor هاد increase maximum HP by 10، gain 5 bar when taking damage and click poison. تع. يلا. وهذا صرت لابسه. هلا مفروض يطلع وانا قاعد عم اقاتل. Okay, an elven sniper was having fun with a captured dwarf. هيك والله قتله. تبا. Start the battle. يلا تعال عمي. 2. هاد غليظ كتير. هاد ما لازم تضربه direct attack. يعني هلا بالكم شو قصدي. هعمل هون اول شيء خلينا نظبط الارمر. رح اضرب هذا بهاي. هذا قدام. تونت. اوكي هذا حيجي هون اجباري. فاين. يلا نخلص منه اللي قدام اول. عشان نعرف نفضل الاخر. اي تبان. بريتش بيرسينج دامج از انكريس. طبعا هذا عم يضرب دامج كل ماله عم بيزيد. طيب نعمل هاد. المشكله ما حقدر اعمل ما حقدر اعمل كتير هاي. طيب هذا حيروح الفاضي وهذا الثاني. هون حاكل ضربه مرتكب ماكني. يلا اعطيني اعطيني على راسي. هاي 6 وهذا 17 على كلهم بس عطيت لهم بويزن يعني فنس منيح. اوكي استعمل هاد. هذا روحنا منه هاي. هلا هذا ضربه بيطلع خالص بس انا ما بدي هاد، بدي اعمل ديل دامج على هاي. حلو كان لازم اضربه اول بس اصلا ما فيني اصيبه لانه هذا عامل البلوك تبعه هاد. اوكي ديل 9 دامج اف ذا انمي از اكسبوز ديل ذا دامج سيم اجين. لا هنعمل اتاك بهاد على اللي ورا. كم وحده عندي؟ وحده. ايه خلينا نخلص من هذا هلا. يلا خليني اركز على واحد. اوكي 17 ب2 يا حبيبي. ماشي هاي هيك هاي هيك هاي هيك. لما يكون عم يعمل لودينج لأشياء بأكل همه. هلا 17 ب2 يعني حأكل 3 مزبوط. طيب 24 هرفع الأرمر. ارفع هاد. هات اعطيني. اي 19 20 ب2 اعطيني بلوكات بليز. طيب هيك لكان. خذ هاد جارد جارد حيعطيني 9 و4 18 22 هو حيضربني ب40. طيب اذا ضربناه 10 ممكن اضربه 20. نزلوا هذا الرقم تعرف. يلا هات ال40 تبا لك حموت. أو مشكلة قوي كتير هو ما بينأذى الحركات تبعي اللي عندي. أوكي 10 و10 و11 هاي 10 هاي 10 11 ما حتكفي حموت.
هلا حيقتلني. لا ما حيقتلني لانه عم يعمل الحركه تبعه. اوكي عم يرفع السترينث. ماشي هذا هيك خالص نفدنا. تيك toughen up gain 5 block at the end of each turn. حيعطيني كل turn 5 block. حلوين. شو عنا هون؟ هنشوف انو واحد ناخد الفامباير بوتس لحتى يعمل لي when dealing health damage restore 2 health if target has less than half health. اوكي هون the start of each turn gain 4 block for each burn card. لا خلينا عهد الالفن بوتس حلوين بس بيعطوني 1 evasion انه بصير بتفادى الضرب و 1 و 2 ward. الward كيف نقدر شو هون ها negate the next debuff. اوكي فاذا خلينا على الفامباير بوتس خلينا نجيب health وهذا target practice training now improves 2 cards. حلوين وهون concumber elixir. طيب هأعمل هاد هقله يوز نرجع شوية هيلث لأنه يعني حنتبهدل حننزل نقاتل البوس بعد شوي. طيب هون شو الوضع؟ حلو هنعمل هون بلوك هقاتل هاد أموت هيك وهذا جارد جارد 3 و 5 8 يلا جارد لشو ناكل أول ضرب على الفاضي. يا طبعا هذا قاعد ورا عم يعمل لهم بلوكات وهيك. كل واحد فيهم اكل بويزن لانه هاجمني. 5 5 15 و5 هون هاي 9 لا قبل 2 ارمر وهذا 9 يلا بس لانه بدي الارمر لبعدين. يعني هو دائما بيعطيني 7 هلا صار كل دور. الاجيليتي بيرفع عدد البلوكات اللي بطلعها من كل كرت. طيب هون حيعمل عندي اتاك هذا اعطيني بلوك اعطيني بلوك وهون حاعمل هاي هذا حيضربهم كلهم واعمل عليهم هذا الشيء اللي هو اكسبوزد. هلا بصير بقدر اعمل لهم دامج زياده. حلو هذا مات لحاله. At the end lose HP عليه بلايتس بويزن. شو هاي؟ Number of stolen cards سارق مني كروت. اوه تبا لك خد هذا 14 مع السلامة. هلا هذا الجارد حيمشي لحاله رح نضرب هذا هيك. يا هو لأنه عندي الباربز هدول عم نعمل عليه دامج أي حدا بيضربني بياكل ضربة. ناخد اكسترمينيت ديل تايم دامج في موف كارد هاد. ايرون هيلمت اسولت شيلد ذير از نو بلوك ات ذا اند اوف ذا تيرن جين 10 بلوك. لا ما بدي عندي بلوك دايما جين 2 ارمر اند 2 سترينث حبيت. وهذا الداجر لا ما حاخذ داجر اعطيني هاد بس انا عندي هذا الشيلد 3 باربد. لا حاخذ هاد يس ما لانه على الفاضي هذيك حشيلها يعني. طيب حاجي لهون. هلا السؤال هو اعمل تريننج للكروت ولا هذا بيعمل تريننج للكروت؟ اعمل تريننج للكروت خليني اعملها بلا الهيلث وحاول اني ارفع الهيلث تبعي من طريقه ثانيه يعني. طيب هذا هون مثلا اذا عملت له ابجريد بصير 7 وبيعمل 2 اكسبوزد. لا خلينا نشوف شيء ثاني. toughen up هذا بيعطيني 10 بلوك بكل دور. خليني اعمل له ابجريد. هذا اول ابجريد انا بس لانه عندي التارجت فبقدر اعمل كرتين عاده بيسمح لك واحده بس. هاد بعمله بس ما بيحترق حبيت. يا ان ذا اولد دايز اي واز ا فيرلي. هون الالفز بيحكوا قصص عن المكان هذا. حلو الكاتبين القصص زراف. طيب هذا champion elf champion is a warrior who seeks to defeat only the most powerful enemies. Too much honor. Yeah. Attack. نشوف هذا اللي ورا شو وضعه. Squire. Enhance the effect from gaining strength and block. Cowardice. This unit flees the battle when all the allies not affected cowardice are killed. Okay. نعمل هاد. هذا خمسة بلوك. وهذا بلوك ادابتف. خلينا ناخذ هاد ادابتف يعني بيقدر الكارت هذا يتغير.
اوكي هلا نعمل toughen up gain 10 block at the end of each turn. حلوين 10 و7 17 هدول اصلا ما حيعملوا اتاك فممكن نعمل هدول. خلينا نضرب هاد هذا بيعمله ويك فضرباته بتصير اخف نعمل له اتاك هون بس عامل ايفيد معلش عادي. في ايتمز حلوين في ايتم مثلا بخليك تخلي البلوك موجود حتى لو عبيته بتصير مثلا بصير بيتحمل ضرب كتير. هلا هون هذا 9 راح ارفع كمان 8 صرنا 17 هو حيضربني 18 واحد بنتحمله راح نضرب هاد وهاد النايف تريك خلينا ننزله بدي احاول اشله الهي يلا حاول بركي اضرب اللي ورا واخلص منه حقير. effectiveness enhanced كذا اي يا I need to kill him. خذ هاد عمي وهي لانج وهاد هون بلوك 5 و11 16 بكفوا على القد 26 صح في عندي العشرة من هون نسيتها انا هاي يلا ماشي تمام. هاد الكرت هو المرات لما بيضربوك بيحطوا لك كروت تعبانين حشيل هاي برا مشان اذا تركتها بتصير تعطيني مس يعني حاضرب ضربة حتروح على الفاضي فما بدي اياها. حنلعب شيء ثاني هون. Block does not disappear at the start of the turn. اوكي خلينا نضرب هاد اللي ورا. حنعمل هاد armor 2 ولا اعمل لانج على هاد؟ لا حاعمل armor. خلينا نرفع البلوك تبعنا فرصة بما انه ما صاير شيء هون. هلا هيك عم باخذ 23 بلوك بس بوجود بدون شيء. اوكي هلا هون اتاك يلا هذا هون هذا هيك خالص بعدين هاد 22 دامج طبعا حيصيروا 33 لانه سحبت هاي هون حيضربني 26 ضرب 3 تبا بلوك عمي قد ما فيك يلا هون نكست او ماي جاد طيب ما صار شيء حاولنا المهم هاي هي الجيم جيم الظريفة كتير أنا حاببها كتير بصراحة إلي يعني بلعبها يمكن شيء 4-5 ساعات وعلقت فهذا الشيء كويس. المهم شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير بشوفكم بعدين سلام.